بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم راح نديرو الخفاف سفنج. اليوم ماشي انا اللي حنديره لكم، راح نديرو ما بال ماغ ميمتي العزيزه ستينغون سبيسياليست الخفاف. شوفوا معنا الطريقه. دونك باش نخدمو سفنج لازم لنا عندنا سميد رطب رقيق، كيلة كيما هكذا ترفد ابوبخي رطل تاع السميد، وانتوما ديروا حسابكم كي تزيدوا الكيلة. دونك لازم لنا رطل تاع السميد، نديروا له مغرفه صغيره تاع الملح ونلموه بالماء تيانت. وتشوفوا معايا طريقه العجين تاع السفنج تاعنا. فوالا، دونك هنا عندنا مغرفه صغيره تاع الملح، نلمو نخلطو هكذا السميد مع الملح مليح. فوالا، ونلمو بالماء تيانت باش نتحصلوا على عجينه. نبداو نعجنوها من بعد، وشوفوا معايا طريقة تاع العجين تاع الخفاف باش ينجح لكم ويجيكم مليح. انا السميد كيما قلت لكم لازم يكون سميد رطب، يكون رقيق باش يجيكم شباب، يجي خفيف. هلا نلمو العجينة، الوغ جوست ما نطمو هكا العجينه لازم نخلوها تريح. دونك باش ينجح لنا لازم نغطوه دركا، نخلوه نغطوه جوست افيك ان طوشو وخلوه يريح ان تي مومون ونعاودو نولو ان شاء الله. دونك هنا رانا غطيناه، نخلوه كي نشوفو العجينه ريحت شويه تما نكملو نوري لكم كيفاش تعجنو الخفاف تاعكم. دونك هنايا بعد ما جازو 10 مينوت شوفوا لا بات كيفاش ريحت. نبداو نعجنوها، شوفوا مليح لا فاسون كيفاش نعجنو الخفاف. يفو سورتو با تقطعوه العجينه، يفو با تتقطع. هاي ليك لا فاسون كيفاش نعجنو الخفاف. فوالا، شوفوا لا فاسون نعجن بلا ما نقطع لا بات. يفو سورتو با تقطعوها، انا جوست نلمها برك، نقعد هكذا نلمها حتى نشوفها ولات اون بات ليس. فوالا، الوغ كي نشوفو هنايا العجينة بدات ديرنا هاد لي بتيت بول هادو، شوفو كيفاش يخرج الهواء. صافي تجيغ هنا نبداو نسقيوها بالماء، نعجنو نسقيو بالماء. فوالا، نبدا نسقي بشوية برك هكا بالماء ونكمل نعجن توجور بلا ميم فاسون، سيتادير نعجن بلا ما نقطع. فوالا، خليها تشرب الماء تاعها لي زدناهولها. فوالا، هنا لاباط راهي شربت لي الماء هذاك، الوغ نزيد لها هنا، نبدا نزيد لها بشويه الماء، كل ما تشرب نزيد لها شويه. دونك هادي سي لا دوزيام فوا نزيدو لها الماء، تبعو بيا. يفو با تزيدو الماء حتى تولو ما تتحكموش في لاباط تاعكم. ندير هكذا شويه نعجنها تشرب لي الماء تاعها. توجور يفو فيغ اتونسيون الطريقه تاع كيفاش تعجنو لاباط تاعكم. توجور نلمها برك،
هلا نجيب الماء هذاك ونلمها فيه باش يدخل في لاباط. هلا نزيد بور لا ترويزيام فوا، شوفو كيفاش، شوفو لا فاصون كيفاش ندخل بيها الما في العجينة، فوالا، اليوم عندكم اون بيل فيديو تاع اون كروند سبيسياليست في الخفاف، شوفو ديجا سا سوفوا طريقة تاع العجن كيفاش. اكسبيريونس تاع بلوس دو 40 عام في الخفاف. ديجا لا بات هنا ولات ليس، راهي تبان راهي طريه، راهي تترتق ديجا. دونك هو السر في الخفاف، يفو سورتو با تقطعوا لا بات كي تكونوا تعجنوها هكذا، جوست ندخل لها الماء وندلكها نطم برك هذا مكان. هذا صافي دوكا لاباط كيفاش راهي تخرج. فوالا لي بون هنا، هذا دليل على انها راهي معجونه تري بيان. نزيدو لها دونك هذه سي لا كاتريام فوا اللي نزيدو نسقوها باش تنجح لنا 100%. شوفو كيفاش تلم لها الماء، شوفو لا بول كيفاش. فوالا هنا سافاتيغ الخفاف تاعكم راح يجي يتنفخ في المقله، ما يجيناش معجن، ما يجيش ثقيل، او كونترير يجي خفيف. ديجا هنا سا سو فوا. دركا هاي ليك لاباط، شوفوها كيفاش ولات شابة ليس، شوفوها. دركا نلحقو باش نديرو لها لا لوفيغ. دونك هنا عندنا في هاد لا بيريود بالذات لي نديرو لا لوفيغ، منديروهاش افون. الوغ دركا نزيدو لها، نديرو لها شوفو مليح كيفاش نديرو. نديرو هنا دو كويير، نديرو اون كويير تاع لا لوفيغ انستونتاني، خميرة الخبز درنا زوج مغارف معمرين مليح، ونديرو لهم نص مغرفه تاع السكر. فوالا نص مغرفه تاع السكر باش ما تجيش هذيك الريحه تاع الخميره، ومن بعد السكر حيعاون لي الخميره باش تطلع. ونبلها بشويه تاع ما دافي توجور، فوالا نحل الخميره تاعي الما دافي. الوغ هنا جازو جوج دقايق برك على الخميره تاعنا، جست قسمه تتحل لنا هذيك الخميره في الماء الدافي. ودركا نزيدوها في العجينه تاعنا وشوفوا كيفاش ندخلوا هاد لا كونتيتي تاع الخميره في لاباط تاعنا. فوالا الوغ ولي العجينه تاعي، نشمخ يديا شويه بالماء
وندير لها الخميره تاعي اللي وجدتها دو كوتي. شوفوا مليح كيفاش دخل لها لاباط، كيفاش دخل الخميره في لاباط. تبعوا مليح هاد ليتاب. هكذا نحل لاباط ونجيبها جغاماس هذيك الخميره. شوفوا هكذا حتى تدخلنا كاع لا ليفور في لاباط. توجور طريقه العجن هي هي ما تبدلش. هلا حتى نشوف بلي دخلت كامل هذيك الخميره، الليكيد هذاك تاع الخميره، نشوفوا بلي يدخل في العجينه بلا ما نزيد حتى حاجه. هلا شوفوا كيفاش تدي لاباط في شاك اوندرو اللي فيه الخميره، تدي لاباط بوغ راماسي هذاك هذاك لا ليفور باش تدخل مليح في العجينه. الوغ نزيد شويه تاع الماء باش نعاون لاباط تاعي بوغ ابسوربي هذاك لا كونتيتي كامل تاع الخميره. على شوفوا لا فاصون كيفاش دخل فيها الليكيد في لاباط. و اشاك فوا لاباط تشرب الليكيد وزيت ولي طريه كيما راكم تشوفوا لي البيله راهم يبانوا من بعيد. هذه سيتي فاز لي الخفاف تاعنا يجينا الشباب يجينا خفيف ويتمسخنا فاسيلمون في الكليوه. دونك هذه سي لا سي ليتاب لا بلوز امبورطون، درناها لكم بيان ديتايي بور بيان ريوسيغ السفنج تاعنا ولا السفنج تاعكم. إلا نجحتو في هاد ليتاب سا فازيغ راح يجيكم خفاف سفنج خفيف شباب ريوسي 100%. دركا ناخذ لاباط شوفو كيفاش تبدا وتخبطها ديكاجي كاع الهوا لي فيها، نخبط نخبط كيما المطلع. هنا نديرو الخميرة منزلوش العجنة، جوست ندخلو لها الليكيد ونخبطوها كيما هكذا. حتعاونو الخفاف تاعكم باش يجيكم بزاف خفيف ويجي شباب، يجي يعني فارغ ميجيش معجن. الوغ دركا واش ندير، نجيب ان ريسيبيون هاوليك نرفد لاباط تاعي فوالا ونحطوها فاسيلمون دون لو ريسيبيون باش رايحين نخلوها تخمر. هلا نجيبوها نغطوها نخلوها تخمر مع دركا راهي سخانه ما تاخذش وقت كبير باش تخمر. هلا اون فالا كوفرير افيك ان دو بابي اليمونتير ونشوفوا الوقت ا بوبري سا فا بروندر واحد ان كار دور هكاك ا بوبري. نشوفوا تفاصون دوك نحسبوا لها الوقت تخمر ان شاء الله ونعاود نولي. ثم خديه بشويه ما ندير هكا اون بول ونفتح بشويه هكا لاباط تاعي هكذا ونفرشها في المقلة. فوالا نحكم لا كليير ونسقمها تجيني مدورة بيان. نخليها النار راهي موين في الموين، نخليها شويه هكا حتى كي نشوف لاباز تاعها بدات تحمر تما نبدا نسقيها بالزيت السخون. فوالا ندورها هكا
ممكن تحب زيت شوفوا كيفاش الخفاف يتنفخ. نقلبها وهنا نرفد الزيت نعمرو في هذاك لوكول اللي راهو في الوسط باش لاباك الداخل تغلي مليح. هنا يفو بيان رومبير لو ترو. دونك هادي سي اون استوس بو بيان ريوسير الخفاف تاعكم. هنا لا كويسون توجور عمرو هذاك لو ترو بالزيت ودورو بشويه هكا بالمغرفه. سا برون با بوكو طون. شوفو هاديك الحبه تاع الخفاف واجده، حطوها في الكسكاس تقدر. نعاود نولي العجينه تاعنا، نحط شويه ماء هكا شمخي يديك رفدي هكا اون بول تبدا تفورمي لا بول تاعك تحليها. هنا ونحطوها في المقلة. شوفوا كيفاش دير هذيك لابول في الوسط. كي دير لكم لابول في الوسط سوف تجي الخفاف راهو نجح 100%. هنا نسقم هكا بلا كويير نحركو بشويه، مازال ما نسقيش بالزيت حتى نشوف لاباس تاعو من تحت شويه بدات تحمر. هنا نبدا نسقي هكا بالزيت. نار موين نقلب الحب على دارها، نعمر ندخل هذاك بالزيت باش يدخل طياب مليح العجينة تاعي الداخل تكون خفيفة وطيبة. هنا نحركها بشوية ندورها هكا بشوية، والزيت ما تكونش يعني قوية بزاف فوقا تعمروها زيت. الخفاف ما يحبش الزيت بزاف، جوست قسمة تسقيوه برك باش ما يجيش مزيت الحبة. شوفوا كيفاش تجي شابة ما شاء الله. نزيدو نوريو لا تخوزيام. على خطو جو نشمخ يدي نبدا نرفد لابول تاعي جو لا فورم. نبدا نحلها بشويه ما باغي فو فورمي لابول. نبدا نحلها غير تشوفوها خلاص مليحه حطوها في الزيت. هنا نضمرها بشوية من بعد نبدا نسقيها بالزيت. هنا على باز راهي بدات تحمر دونك نبدا نسقيها. نعمر لوطخو بالزيت باش يدخلها مليح طياب. سا بخون با بوكو طون. نقلبها ونحطها توجور في الكسكاس باش يقطر من الزيت، يعني هي ما فيهاش بزاف الزيت كيما قلتلكم يلفو با غومبليغ لابوال تاعكم بالزيت بزاف باش الحبة ما تجيكمش مزيتة. كيفاش نحبها تجي خفيفه تجي منفخه. هذا هو السفنج، يعني كي نقولو خفاف صافا تجي لازم يجي خفيف، نقولو اسم على مسمى. نعمر لوطخو بالزيت توجور فوالا باش لاباط لداخل طيب لي بيان. نكملو كامل العجينة تاعنا. نورمالمون فوزافي بيان كومبخي لا فاصون كيفاش نقليو الخفاف.
كملوا العجينه اللي قعدت ونتلاقاو بلا دو بريزونطاسيون ان شاء الله. دونك هاوليك الخفاف تاعنا كملناه، حطيناه في الكسكاس قطر مليح، شوفوا كيفاش يجي الحبه تاعو، الله الله يشهي. هاوليك الخفاف ورناه لكم ايتاب ايتاب كما قلت لكم، هاولي كيفاش يجي، يجي خفيف سا سوفوا. ها درت لكم اون غراند سبيسياليست تاع الخفاف، بلوس دو 45 عام ديكسبيريونس في الخفاف، نورمالمون فو نافي با ديكسكوز باش تقولوا ما نقدروش نديروه، رانا درناه لكم ايتاب ايتاب. سيتي سفنج، لا فيديو دو سفنج، نقول لكم لا عجبتكم لا فيديو ديروا جيم عليها، بارطاجيو لا فيديو، يفو افوار بلوس دو بارطاج. نقول لكم بصحتكم الخفاف الى درتوه، ونقول لكم بقى على خير، اي على بروشين.